يا صباح. في عبد الله مالك مستربع كده؟ لمك فيها حاجه؟ امي زي الفل. امال ايه اللي انت شايله ده؟ ده 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 دواء لامي. كل ده دواء لامك؟ عشان تعرفي الغلب ده انا عايش فيه. تصبح على خير يا صباح. انت من القهوة. اما اما وماما يا ماما يا ماما يا ام الحنان يا ماما وماما. ايه في ايه يا واد اتجننت؟ بقول لك ايه، فين الكرتونه اللي كانت في عشه الفراخ؟ راحت فين؟ عندك بره في السطوح فيها اكل الفراخ وشويه طبيخ بعيد. احلى اكل حمضان. ايه يا واد انت جرالك ايه دلوقتي؟ بقول لك ايه، اللي جوه الكرتونه بقى راح فين؟ راح في البيت صباح، فضت اللي فيها تحت السرير وحطت فيها اكل الفراخ وخدتها بره. جدعه بنت صباح جدعه. هم ايه ده؟ هم دول بقى اللي كنت رايح فيهم في داهيه. ايه دول يا واد؟ دي عهده في الشغل كده سلكتها انا الواد نبيل عشان نطلع بقرشين يعني. يا نهارك اسود، انت بتاكل امك حرام؟ هم والله العظيم ما اكلتك منهم اي حاجه، وبعدين ما تلاقيش، دي فلوس حكومه. ولما هي فلوس حكومه بتمد ايدك عليها ليه؟ هم اهدي يا هم، سرقه الحكومه لا حرام ولا عيب. انت لو شفت السرقه اللي بتحصل شعرك هيشيب. شعري هيشيب اكتر من كده؟ لا يا حبيبي، اللي يسرق الفرخه زي اللي يسرق الجمل. ابوك الله يرحمه الله يرحمه ويحسن اليه كانش بياخد غير 200 جنيه، عمره ما دخل عليا قرش حرام. اروح احج وارفع ايدي لربنا اقول له ايه؟ اقول له ابني حرامي. خلاص يا اما خلاص بقى، في ايه؟ وعندي غلطه وراحت لحالها. راحت لحالها يعني ايه؟ يا اما اللي يعتمد على المرتب بتاع وظيفته دي يشحت. اخرس يا واطي يا حرامي، اخرس قوم امشي من وشي. هولع في نفسي. يا اما هتفتحي لي يا اما، وطي صوتك شويه يا اما. اطلع امشي بره من وشي. خلاص يا اما يا واطي امشي يا حرامي. خد هنا يا واد، لم الوساخة دي وروح بقى استحمى ولا توضى وصلي لك ركعتين يمكن ربنا يتوب عليك. امشي. خلاص يابا خلاص سيدي امشي يا حرامي. يا رب يا رب لك حبيبك النبي عاقبه يا رب، حاسبه في الدنيا زي ما انت عايز، بس ما تاخدنيش بذنبه، انا ماليش ذنب يا رب. اعمل ايه؟ انت رحمن، ارحمه وحاسبه وسامحه. ده مهما كان ابني انت اللي اديتهولي يا رب. نقطة سمون 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 نقطة سمون. صلاح باشا نورت. ازيك يا محمد؟ ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ رابع مرفوعات نزلت اهي اخيرا. ده نريخ عليها بكام؟ اهو يا عم بكام؟ لو الباشا عارف ان انا خدت منك فلوس هيوديني ب 60 ده. لا حول ولا قوه الا بكام؟ بكام يا محمد؟ لا تبقى المره الجايه لو حضرتك تشوفه يبقى حسب. عامه تشكر. الف شكر يا باشا. سلام يا احمد. سلام يا باشا. ابو الصلح. يا حوده. يا ريس ايه اخبارك؟ ايه؟ صلاح زميلنا في الليسانس. اهلا بيك. صلاح ده موس في المذاكره. لا موس ايه ولا موس ولا حاجه، ربنا يستر السنه دي. ما بشوفكش المحاضرة الأخيرة دي ليه؟ مش فاضي والله. طب اديني تليفونك أكلمك. ما أنا اديتهولك 100 مرة. معلش دوريك يا عمار. حاضر هرن عليك بس تسجله. أكيد. يلا سلام. ملزمة المرافعات نزلت. أه جبتها. ماشي. سلام. سلام يا ريس. مع السلامة. وقت سيمون 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 وقت سيمون. وبتعتزم في الكليه. انا حره ومحدش هيمنعني من حاجه. يا ليه يا بنت انت حره؟ ايه مالك انت؟ امال لما تتحبسي وتروحي في 60 داهيه مالك انت؟ ما اللي يعتزم يعتزم. كلمه واحده اقولها لك قدام امك، مفيش مروحه الكليه طول ما في اعتصام، ولو عرفت انت رحت في مظاهره او مشيت في اعتصام وربنا واحمد ابويا هكون ضربك بالنار. ماشي ماشي يا اخويا. بقول لك ايه، تحب اعمل لك لقمه كده تاكلها؟ لقمه ايه بس ياما؟ انا سايب شغلي وسايب الاسم يضرب يقلب عشان الهان. عاجبك كده؟ معلش اخوك الكبير ولازم تسمعي كلام. ما هو من ساعه ما دخل الشرطه مفيش على اثاره غير اضربك بالنار اضربك بالنار. قولي ده مسك مسدس يا بنت؟ ده كلام هو انت هتهوني عليه؟ ادخلي ربنا يهديكي غيري هدومك يلا.
السلام. ايه يا صاحبي الدلقه السودا اللي انت دلقها لي دي؟ فين اكسير الصداع؟ راسي حطير مني. جبور يا حبيبي، الحنيه عليا. وخدي بقى وامسك نفسك، ابو 50 دخل جدول بقى ب70 يا حبيبي. شغال شغال يا عم الحنين، حنن قلبه علينا يا رب. الله الله الله، انت بتدعي له ولا بتدعي عليا؟ بقول لك ايه، الواد تامر جاي يدور الانصراف. ايه راحت الاستباحه؟ صباح الخير يا استاذ. صباح النور يا معلم. السلام عليكم يا دكتور. ايه الحكايه؟ جاي مبدر يعني النهارده؟ ايه اخبار الكليه ايه؟ لا ما انا ما رحتش الكليه. ما تفهمني، دي كليه صيدله ولا معهد فن صناعي يا اخويا؟ يا بابا انا قلت اعدي اقعد معاك شويه، انا بقالي مده ما شفتكش، واهو بالمره اريحك. يا اخي انا مش تعبان، استفيد انت باليوم ده واقعد ذاكر. ما تخافش يا دكتور، انا هشتغل عندك ببلاش. خلاص انت حر. اجرد الباترينا دي كلها واعملها لي الفابيتيكا، والنواقص اعملها لي في كاش، واعمل بيهم طلبيه. ماشي يا دكتور. ايه البلوه اللي انا فيها؟ ايه اللي جابك انت رخرة؟ حبي في حاجه؟ ولا حاجه يا راجل، كنت زهقانه شويه فقلت البس واتشيك وجيلك نخرج نتغدى بره. بس انا يعني ما اقدرش اسيب الصيدليه لوحدها. لوحدها ده ايه؟ ما انا شايفه تامر جوه اهو. اه وماله؟ بس برضو يعني كنت بقول يعني هروح اتغدى كده في مكان عام بالهدوم دي. يعني مالها الهدوم؟ عسل الهدوم يا عطعوطي. يلا بقى، احنا بقى لنا كتير ما اتغديناش بره. امرني يا جميل. ثانية. يا اختي والنعمة عسل. معلم جابر. نعم. بيقول لك ايه؟ ايدك. معقول انت اللي جايبه بنفسك يا دكتور؟ وليك عندي هدية، علبة بحالها، بس عايز اميل عليك في حاجة. اؤمرني. 500 جنيه بس اللي اسحب بيهم طول الشهر على مزاج. تحت امرك يا دكتور، يا حلاوتك يا دكتور يا حلو. انت هتفضحنا، انت اللي هتفضحنا. ولا سردينة يا معلم. اخطف رجلك للبيت وقول لهم المعلم جاي بدري. تامر تامر. ايوه بابا. بقول لك ايه؟ نعم. انا واصل مشوار صغير مع قابلتك ناهد وجاي على طول. خد بالك من الزخانة، لو حد ضايقك ابعت لعمك جبر. ماشي يا بابا ما تقلقش. اخويا هو حد هياكله؟ اصل انا ما بحبش اسيبه في الزخانة لوحده ابدا. يا سلام، ما هو زي القرد اهو. بصي اخويا مقصود يا اختي، ما توسعش شويه من الشارع، مش عارفين نعدي. ما تطلع بالعربيه عارفين الشارع، مش معقول ايه القرف ده؟ ايه يا دكتور؟ تقول لي الهانم، الناس بتاخد ميه عشان تشرب وتاكل، مش عشان تركب عربيات. بص الحق. خلاص.